السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي معاكم الوحدة الرابعة، التركيب والوظيفة في الكائنات الحية. الوحدة دي ما فيهاش دور درس واحد بس، بتكلم عن امتصاص وانتقال الماء والأملاح المعدنية في النبات. هنعرف في الدرس ده 3 أشياء، 3 أهداف. أول حاجة، إيه دور الشعيرات الجذرية في امتصاص الماء والأملاح من التربة؟ هنعرف كيفية انتقال الماء والذائبات في النبات، ونعمل تجربة علشان نعرف عملية النتح. طبعا زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي، ده النبات، وهنا تحت الأرض بيبقى الجذور، ودي التربة، ده الساق. نعم، في بقى مقدمة بسيطة. عند الإنسان يعتمد الإنسان الكثير من الحيوانات على النباتات بشكل عام في الغذاء، اعتماد مباشر أو غير مباشر. طيب، ودرسنا سابقا إن النباتات بتحتاج إلى غذاء حتى تستطيع أن تنمو وتثمر. يبقى النبات أصلا في البداية بيحتاج إلى غذاء عشان يكبر ويجيب لنا ثمار ويكمل دورة حياته وتكمل دورة حياتها. فهي تصنع غذائها بنفسها عن طريق عملية إيه؟ لغاية ممكن يجي سؤال ده في الامتحان، عن طريق عملية البناء الضوئي. تحدث عملية البناء الضوئي في الأجزاء الخضراء من النباتات في وجود العوامل الضرورية لذلك. في هذا الدرس سوف نتناول العناصر الضرورية التي يحتاج إليها النبات حتى تتم عملية البناء الضوئي وكيفية انتقال الماء والذائبات في النباتات. أول حاجة كده مع بعضينا نعرف إن النبات ده بيتكون من جزئين رئيسيين. يبقى النبات بيتكون من جزئين رئيسيين، جزء اسمه المجموع الجذري والمجموع الخضري. يبقى مجموع جذري ومجموع ايه؟ خضري. طب المجموع الجذري مكانه فين؟ يوجد تحت سطح التربة، وبيتكون من الجذر وما يحمله من شعيرات جذرية. يبقى الجذر والشعيرات الجذرية تحت الأرض تحت سطح التربة، يبقى ده اسمه مجموع جذري. لكن اللي فوق ده هيبقى مجموع خضري. المجموع الخضري يوجد فوق سطح التربة ويتكون من ساق وأوراق وبراعم وأزهار وثمار. في ملحوظة، بيعتمد النبات على المجموع الجذري والمجموع الخضري في إتمام عملية البناء الضوئي. خلاص، طيب إيه تعريف عملية البناء الضوئي؟ عبارة عن عملية حيوية يقوم بها النبات الأخضر لتكوين غذاء. هي عبارة عن عملية حيوية يقوم بها النبات الأخضر لتكوين إيه؟ زي تمام. احتياجات النبات من البيئة للقيام بعملية البناء الضوئي، يعني النبات ده عشان يعمل عملية البناء الضوئي محتاج ايه؟ محتاج كام حاجة؟ 3 حاجات. ايه هما؟ الطاقة الضوئية، مصدرها الشمس، ثاني غاز ثاني أكسيد الكربون، مصدر الهواء الجوي، الماء والأملاح الزائبة مصدرها التربة. كمان مرة، يبقى طاقة ضوئية وغاز ثاني أكسيد الكربون وأملاح زائبة. طيب الطاقة الضوئية اهي من الشمس، ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي. تمام. طيب محتاج كمان مية وأملاح زائبة من عند فين؟ من التربة. يحتاج النبات إلى أملاح معدنية زائبة، والزائبات دي زي مين ومين ومين؟ فوسفور، مغنيسيوم، كالسيوم، نيتروجين، وزنك. والعناصر دي ضرورية لحياة النبات. طيب تركيب المجموع الجذري في النبات. للتعرف على التركيب الجذري في النبات نجري النشاط التالي. في نشاط اللي هو عبارة عن أدوات زي الصيص، به نبات كامل النمو، قطاع عرضي في جذر النبات. هنروح عند جذر النبات كده ونروح قاطعينه وهنحطه تحت الميكروسكوب ونعرف تركيبه. خطوات العمل، انزع النبات من الصيص، هنحوشه من المكان المزروع فيه. رقم 2، افحص المجموع الجذري للنبات. لاحظ القطاع العرضي في جذر النبات. الملاحظة، يتكون المجموع الجذري في النبات من الجذر وتفرعاته والشعيرات الجذرية. يبقى ده ممكن يجي أكمل ويقول لك إيه؟ أكمل ما يأتي، يتكون المجموع الجذري في النبات من نقط ونقط، هنقول من الجذر وتفرعاته، يعني الجذر ده والفروع بتاعته، إيه كمان؟ وشعيرات جذرية. طيب يتركب الجذر من عدة طبقات من خلايا متباينة مختلفة. الجذر ده بيتكون من طبقات، ماشي، من خلايا متباينة يعني مختلفة. هنستنتج من كده ايه؟ ان الجذر بيتركب من عدة طبقات من الخلايا، هي ايه وايه وايه؟ البشرة الخارجية والقشرة والإندوديرمس
واللحاء والخشب. يبقى كام طبقة دول؟ 4 طبقات. مين هما؟ البشرة الخارجية، بعد كده القشرة، بعد كده الإندوديرمس، بعد كده اللحاء والخشب اللي هو بيبقى من داخل. خلايا الجذر زي ما انت شايفة كده، تمام؟ ده الشكل بتاع الطبقات بتاعة الجذر أو خلايا الجذر. البشرة الخارجية عبارة عن طبقة خارجية رقيقة تمتد منها شعيرات الجذرية. طبقة خارجية رقيقة تمتد منها الشعيرات إيه؟ الجذرية. دي البشرة الخارجية في خلايا الجذر. رقم فين البشرة الخارجية؟ أهي الحتة اللي بره دي. القشرة تالي البشرة الخارجية وهي أكثر منها سبقا. القشرة اللي هي الحتة اللي لونها أحمر نبيتي دي كل دي اسمها إيه؟ القشرة. دي عبارة عن إيه؟ بتالي البشرة الخارجية وهي أكثر منها سمكا. يبقى صح ولا غلط؟ القشرة أكثر سمكا من البشرة الخارجية، يبقى دي صح ولا غلط؟ صح. تمام. الإندوديرمس، كلمة إندو يعني داخل، تالي القشرة ويطلق عليها البشرة الداخلية. البشرة الداخلية يبقى لما يقول لك اكتب مصطلح العلمي البشرة الداخلية وموجودة في خلايا الجذر، هنكتب إيه؟ الإندو ديرمس. الإنتو إيه؟ ديرمس. تالي القشرة ويطلق عليها البشرة الداخلية. أدي القشرة أهي وأدي الإندو ديرمس أهو، والحتة دي تعتبر إندو إيه؟ إندو ديرمس. رقم 4، اللحاء والخشب طبقة من الأنسجة، تالي الإندو ديرمس طبقة من الأنسجة، تالي الإندو ديرمس. أدي من جوه هنا اللحاء والخشب. الخشب لونه أحمر واللون أخضر ده اسم اللحاء. خلاص، يعني مثلا دلوقتي ممكن يجيب لك الصورة دي ويقول لك اكتب البيانات. اللي بره اسمها البشرة الخارجية، كل ده القشرة، بعد كده الإندوديرمس اللي هي لونها أصفر دي أو لونها بيج، بعد كده اللون الأخضر ده اسمه اللحاء، واللون الأحمر من جوه اسمه الخشب. يتغلغل المجموع الجذري بين حبيبات التربة ويؤدي وظائف مهمة للنبات، ويؤدي وظائف مهمة لمين؟ للنبات. نوضحها فيما يلي. أهمية المجموع الجذري إيه؟ رقم 1، تثبيت النبات في التربة. رقم 2، امتصاص الماء والأملاح من مين؟ من التربة. يبقى دي أهمية المجموع الجذري للنبات. يبقى حاجتين، أول حاجة تثبيت النبات، تاني حاجة امتصاص الماء والزائدات من التربة. في بقى معلومة هنا أضف لمعلوماتك، الشعيرة الجذرية تمتد من طبقة البشرة في الجذر وهي مبطنة من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم وتحتوي على فجوة عصارية كبيرة. تاني، الشعيرات الجذرية مالها؟ تمتد من طبقة البشرة. يبقى الشعيرات الجذرية هي جاية من عند البشرة في الجذر وهي مبطنة من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم وتحتوي على فجوة عصارية كبيرة. يبقى دي خلايا مين؟ دي خلايا البشرة، فيها فجوة عصارية لونها أصفر، فيها سيتوبلازم اللي هو إيه ده؟ اللي هو لونه أورانج ده أو لونه بني شوية. يبقى تاني، الشعيرة الجذرية تمتد من طبقة البشرة في الجذر وهي مبطنة من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم. فين طبقة البشرة على الرسمة؟ شوفها كده بسرعة. البشرة دي، البشرة الخارجية اللي من بره دي، تمام؟ كيفية انتقال الماء والذائبات من التربة إلى النبات. إزاي المية والأملاح بتنتقل من التربة للنبات؟ يحصل النبات على الاحتياجات بتاعته، المية والأملاح، على 2. أول مرحلة، امتصاص الماء والأملاح من التربة بواسطة الشعيرات الجذرية. تاني حاجة، صعود الماء والأملاح عبر الأجزاء الداخلية للنبات. يبقى أنا عندي حاجتين هما دول سبب انتقال الماء والأملاح والذائبات من التربة للنبات. رقم 1، إيه هي دي؟ امتصاص الماء والأملاح من التربة بواسطة الشعيرات الجذرية، رقم 2، وصعود الماء والأملاح عبر الأجزاء الداخلية للنبات. تمام. هنا بقى يمتص النبات الماء والأملاح المعدنية الذائبات من التربة عن طريق الشعيرات الجذرية المنتشرة على الرسوب، فتقوم الشعيرة الجذرية بدورها بالامتصاص. رقم 1، امتصاص الماء. تحتوي الشعيرة الجذرية على فجوة عصارية، احنا شفناها الفجوة العصارية كبيرة، كبيرة
فجوة عصبية كبيرة لتركيز الأملاح، بها أكبر من تركيز محلول التربة. يبقى أنا عندي الفجوة العصبية دي المحلول اللي من جواها تركيزه أعلى من تركيز محلول التربة، ولذلك انتقل الماء من التربة منطقة ذات تركيز عال إلى الشعيرة الجذرية منطقة ذات تركيز منخفض عبر أغشية شبه منفذة للشعيرة الجذرية بما يسمى بالخصية الاسموزية. تبقى كمان مرة نقول الحتة دي، تحتوي الشعيرة الجذرية على فجوة عصارية كبيرة تركيز الأملاح فيها أكبر من تركيز محلول التربة، ولذلك ينتقل الماء من التربة ذات تركيز عالي للماء إلى الشعيرة الجذرية ذات تركيز منخفض لإيه؟ للمية. ايه ممكن تلاقي فيها عبر أغشية شبه منفذة للشعيرة الجذرية ثم يمر الماء من خلايا البشرة الخارجية إلى خلايا القشرة منها إلى الإندوديرمس. يقوم الإندوديرمس بيعمل إيه؟ تنظيم دخول الماء لوعية الخشب. طيب تعال نشوف إيه تعريف الخاصية الأسموزية هنا. عملية انتقال الماء خلال غشاء شبه منفذ من منطقة ذات تركيز عالي للتربة إلى منطقة ذات تركيز منخفض للماء اللي هو الجذر. ادي اتجاه انتقال الماء بالخاصيه الاسموزيه، ادي التربه تركيز عالي وادي الجذر تركيز ايه منخفض. هو في غلطة على فكرة يا لوجين لو انت لاحظتيها، شايفة الحتة دي؟ بصي معايا هنا، هو هنا بيقول ايه؟ ان الشعيرة الجذرية تحتوي على فجوة عصبية كبيرة، خلاص لغاية كده تمام. تركيز الأملاح بها أكبر من تركيز محلول التربة، ولذلك انتقل الماء من التربة إلى الشعيرة الجذرية، وفي نفس الوقت كتب إن الشعيرة الجذرية بها تركيز ايه؟ منخفض لمين؟ للمية. وهنا كاتب ايه؟ بصي، تحتوي الشعيرة الجذرية تحتوي الشعيرة الجذرية على فجوة عصبية كبيرة، تركيز الأملاح بها أكبر من تركيز محلول التربة. ولذلك ينتقل الماء من التربة للشعيرة الجذرية. طيب هنا قال إن التربة دي تركيز عالي، وكاتب إن الشعيرة الجذرية تركيز منخفض، وهنا كاتب تركيز الأملاح أكبر من تركيز محلول التربة. طيب بصي احنا دي نخليها، اللي يهمني هنا التعريف بتاع الخاصية الأسموزية، ماشي. بعد كده نشوف إذا كنا هتأكد لك من المعلومة دي من التوجيه. بص كده، امتصاص الأملاح، يعني حتى دي مش عليا يا ميس. لا مش حكيت مش عليك، أنا أتأكد بس من الموجهة بتاعتي. امتصاص الأملاح تسمح الأغشية شبه المنفذة للخلايا في الشعيرة الجذرية بمرور بعض الأملاح. تسمح الأغشية شبه المنفذة للخلايا في الشعيرات الجذرية بمرور بعض الأملاح، تمنع مرور البعض الآخر وفقا لاحتياجات النبات من الأملاح، حيث يستطيع النبات تحديد العناصر التي يحتاجها والسماح لها بالمرور. الخاصية دي اسمها خاصية النفاذية ايه؟ الاختيارية. التعريف مهم، ايه خاصية النفاذية الاختيارية دي؟ انتقال بعض الأملاح المعدنية خلال غشاء شبه منفذ من التربة وفقا لاحتياجات النبات، يعني النبات محتاج يروح مدخل، النبات مش محتاج يبقى مش هيدخل. تاني، هو انتقال بعض الأملاح المعدنية خلال غشاء شبه منفذ من التربة إلى الجذر وفقا لاحتياجات مين؟ النبات. نبيت يرتفع الماء والأملاح المعدنية خلال أوعية الخشب، بعد كده تطلع لفين؟ للساق، وبعد كده فين؟ باقي أجزاء النبات. يبقى من تحت لفوق، أول حاجة الجذر، بعد كده أوعية الخشب، بعد كده الساق، بعد كده أجزاء النبات. في عملية اسمها عملية النتح. الخصائص المميزة للكائنات الحية القيام بعملية الإخراج التي تسمى في عالم النبات بالنتح.
يعني احنا عارفين ان الكائنات الحية كلها بعد ما بتاكل وبيحصل هضم، بعد ما بيحصل هضم وكده الجسم بيستفاد بالطعام، لكن لو في اجزاء زيادة او بعض المخرجات او بعض المواد الاخراجية بيحدث لها عملية اخراج عن طريق الجهاز ايه؟ الجهاز الاخراجي او البولي. طيب نفس النظام، هنا بقى النبات عنده طريقة الاخراج، بس طريقة الاخراج بتاعته اسمها ايه؟ النتح. وللتعرف على عملية النتح واهميتها بالنسبة للنبات هنعمل نشاط. بيكون عندي أدوات، الأدوات دي عبارة عن ناقوس زجاجي، ناقوس يعني عامل زي الغطا، ناقوس زجاجي أصيص به نبات مكتمل النمو، عندي أصيص اللي هو زي فازة كده أو زي اللي بيقولوا عليها إيه، زي كده طبق كده أو حاجة البتاع دي اللي بيحط فيها النبات ده اسمه أصيص، لوح زجاجي وفازلين وقطعة قماش. الخطوات: غطي التربة والأصيص قطعة قماش مدهون بالفازلين واربطه بأحكام حول قاعدة النبات، وذلك لمنع فقدان الماء من التربة ومن جدران الأصليين. رقم 2، ضع القصيص تحت الناقوس الزجاجي فوق لوح الزجاجي. هنحط القصيص تحت الناقوس من جواه، بعد كده هنحطه من فوق اللوح ايه؟ الزجاجي. 3، نترك النبات، بعد كده هندون الملاحظات. هنلاحظ ايه بقى؟ تتكون قطرات من الماء على الجدار الداخلي للناقوس، هتلاقي كده من فوق فيه شوية بخار ماء. بعد كده هنا هنستنتج من هنا تكثف قطرات من الماء على السطح الداخلي للناقوس، مصدرها الأجزاء الخضراء من النبات أثناء قيام النبات بعملية حيوية تسمى بعملية النتح. طب إيه هي عملية النتح؟ عبارة عن فقدان الماء الزائد عن حاجة النبات على هيئة بخار ماء عبر الصهور المنتشرة على سطحي الورقة والأجزاء الخضراء الأخرى إلى الوسط المحيط بالنبات. يبقى ده التعريف بتاع عملية النتح، هو عبارة عن فقدان الماء الزائد عن حاجة النبات على هيئة إيه؟ على هيئة بخار ماء عبر الصهور المنتشرة على سطحي الورقة والأجزاء الخضراء الأخرى إلى الوسط المحيط. طب ماذا يحدث عند وضع نبات أخضر مكتمل النمو داخل ناقوس زجاجي؟ إيه اللي يحصل؟ اي نعم ميس، ماذا يحدث إذا تم وضع نبات أخضر مكتمل النمو داخل ناقوس زجاجي؟ إيه اللي يحصل؟ هيتكون قطرات ماء على الجدران الداخلية للناقوس لقيام النبات ميس بعملية صوتك إيه؟ مش واضح. بعملية النتح. بيتكون قطرات الماء على الجدران الداخلية للناقوس الزجاجي لقيام النبات بعملية النتح. الصهور، إيه تعريف الصهور؟ هي عبارة عن فتحات ضيقة توجد على السطح السفلي والعلوي لأوراق النبات. عبارة عن فتحات ضيقة بتوجد على السطح السفلي والعلوي لأوراق النبات بيفقد من خلالها الماء الزائد. ملحوظة: عدد الصهور المنتشرة على السطح السفلي لأوراق النبات أكتر من عددها على سطح العلوي. طيب إيه أهمية الصهور؟ الصهور دي فائدتها إيه؟ بيفقد النبات من خلالها المية الزائدة عن حاجته في صورة بخار ماء في عملية النتح. طب أهمية الخليتين الحراستين، يبقى كده هو أكيد طبعا هو جايب لك إيه؟ صورة الصهور. التركيب اهو، يحاط كل صخر بخليتين حارستين، فين هما؟ ادي الصخر اهو الفتحة اللي في النص، ودي خليتان حارستين نفس النظام بس دي مفتوحة، ماشي؟ عشان كده نسميها صخر مفتوح. الصخر المغلق عبارة عن صخرين اهو، الحتتين اللي بره دول اسمهم ايه؟ خليتان حارستين. اهميتهم ايه؟ تتحكم في فتح وغلق الصخر عن طريق تغيير شكله هنا. طريقة عمل الصخر: يفتح الصخر فيخرج منه الماء الزائد عن حاجة النبات على هيئة بخار ماء إلى الوسط المحيط. علل لما يأتي، ده هنا سؤال أهو. يحاط كل صخر بخليتين حارستين، يبقى إحنا كده هنتكلم عن وظيفة الخليتين الحارستين، فائدتهم إيه؟ للتحكم في فتح وغلق الصخور، للتحكم في فتح وغلق إيه؟ الثور الصخور. طيب رقم 2، علل لما يأتي، توجد فتحات منتشرة على السطح السفلي لأوراق النبات، ليه بقى في فتحات؟ لتعمل على فقد الماء الزائد على هيئة بخار ماء في عملية النتح. هنا شوية اختبارات حلوين، ماشي؟ أكمل ما يأتي.
نحل مع بعض دلوقتي، يلا جاينا اهو. انتقال الماء من التربة إلى الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية يحدث عن طريق الخاصية. الخاصية الأسموزية، بس كده. هنحل الأسئلة دلوقتي، ركز معايا كويس. انتقال الماء من التربة إلى الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية يحدث عن طريق الخاصية إيه؟ الأسموزي. بينما تنتقل الماء تنتقل الأملاح المعدنية من التربة عن طريق خصية. استوى. طيب خلاص، احنا هنخلي الأسئلة دي هتبقى واجب. تمام، بس كده أنا خلاص خلصت، وبعد كده هيبقى في امتحان على هنحل بقى امتحانات على الترم كله، بس خلاص أنا هخلي ده واجب ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.